صباحكم الله بالخير، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح الخير يا كويت. بهذه الأجواء الجميلة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، الشتاء جاي ويحمل تباشيره مثل ما يقولون، ومع هذه التباشير الجميلة نتمنى أن نفسياتكم تكون متفائلة وإيجابية وجميلة. صبحكم بالخير، صبحك بالخير أسماء. صباح النور هاشم، وصبح على السادة المشاهدين في بداية يومنا في صباح الخير يا كويت، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة وتستمتعون فيها من خلال لقاءاتنا وصباح الإيجابية مثل ما قال زميلي هاشم. يعني ندور على الأمور الجميلة في حياتنا، الأمور الإيجابية اللي تسعدنا. أكيد الواحد بالنهاية بداية اليوم ترى يأثر تأثير جدا كبير. أكيد على بقية اليوم، فلازم يشوف الأمور الزينة. فأنت قلت انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ترى ماكو أحلى من الأجواء تعدل، لكن لا زالت في الجو يعني في شويه رطوبه. اكيد، وهذه الركلات الجانبيه خلينا نقول او الاشياء العكسيه اللي تيجي تمر في حياه الانسان ممكن تمر عليه في كل دقيقه وفي كل لحظه وهذا، لكن شلون الواحد يتغلب عليها مثل ما قالت اختي اسماء، ويحيا هذه الحياه بايجابيه ويحيا هذه الحياه بتفاؤل، ودائما يحاول يصنع السعاده، لان السعاده هي صناعه، والتفاؤل والايجابيه صناعه وليست مجرد شعارات احنا نرددها او احنا نقولها. أكيد إحنا تناقشنا في بداية الحلقة عن موضوع وايد حلو اللي هو طبعا تنمية مواهب الأبناء. صحيح. ترى كثير من الأسر عندهم من عيالهم يعني يكونوا الموهوبين منذ الصغر، تلاحظ أن هذا الطفل شوية مميز عن غيره من بقية الأطفال، حتى اللعب عنده مختلف. ترى صحيح. هو يبدأ من اللعب، تشوف أن الطفل لعبة ما يشبه بقية الأطفال لما يلعبون، ترى هذا الطفل موهوب وعنده موهبة جدا جميلة. لكن الجميل جدا إذا إحنا نمينا هالموهبة هذه واشتغلنا على هذا الطفل من وهو صغير، ترى بعدين راح تشوفه يعني إنسان مختلف جدا. ممكن يكون ترى مبتكر، ممكن يكون عنده موهبة جدا جميلة موهبة يشارك فيها حتى برا الكويت. صحيح. صحيح، لذلك الإنسان يفترض على أنه يحتوي أبنائه ويعرف شنو اللي هم يحبونه، لأن إذا حاول يستثمر فيهم وينمي مواهبهم وإبداعهم من وهم صغار هو قاعد يصقل شخصية كاملة متكاملة، والكامل ويهله إذا وصلوا إلى سن معين. هذه الشغلة ممكن تخليهم أريح بالاختيار إنزين للتخصص اللي هم راح يدرسونه، على سبيل المثال في المرحلة الجامعية، في المراحل المتقدمة أو غيرها من هذه الأمور. فمرحلة تبني المبدع وتنمية مواهب المبدع وغيرها من هذه الأمور في مختلف المجالات، سواء كانت مجالات علمية أدبية فنية ثقافية أو غيرها، مرحلة مهمة جدا، ويفترض علينا مثل ما قالت أختي أسماء مراقبة الأطفال ونشوف الجوانب الإبداعية وجانب الحس الإبداعي اللي هم يمتلكونها عشان ننمي هذه المواهب بطريقة جميلة، ونخليهم ينصقلون ويصلون إلى مرحلة يكونون ناس مبدعين 100%. بالتأكيد أنا ودي حتى يعني أقول شغلة وايد مهمة بالنسبة لي، كثير من الأطفال اليوم نشوفهم يعني أجهزة خلينا نقول والأجهزة الإلكترونية، الفيديو جيمز وغيرها من هذه الأمور تأخذ من وقتهم، يمكن الكثير من الوقت يكون الطفل قاعد يعني للأسف يعني ما يفكر بأشياء ثانية. صحيح. ترى يعني في نوعيه من هالاطفال هم يكونون ما شاء الله مبدعين، ترى الفيديو تخدر عقول الاطفال، بس في بعضهم ممكن ترى تكون موهوب بالالعاب هذه، ممكن انه هو تشوفه يسوي ابلكيشن. شفنا كثير من الاطفال يعني حتى بعمر المراهقه عمر صغير. لكن انا ليش قلت هالشغله هذه هاشم، يعني اتمنى ان الاهل ينتبهون على نقطه وايد مهمه. ترى الرياضه حلوه، يعني في اي نشاط كان ممكن يشترك فيه، اكيد في نشاط من الانشطه الرياضيه ممكن يكون مبدع فيها، لان الرياضه تعطي الإنسان هذا الدافع أنه هو في كثير من الأمور في حياته يكون سعيد، أنه هو الحماس. ترى في بعضهم يحبون الألعاب الجماعية، بعضهم يحب الألعاب الفردية. ني لازم الأهل يشوفون شنو شخصية الطفل. أكيد. وشنو اللي والمه، وهالشيء هذا راح يساعده حتى ترى في مواهبه. حلو. السعادة تنشر ولا ببلاش؟ ما في شيء ينشر من هذه الأمور. زين، السعادة لو تنشرت كان شروها الناس، فش رأيكم إذا السعادة يدكم بطريقة مجانية؟ يعني أجمل هرمونات ممكن يفرزها الجسم الأندورفين والسيروتونين ما تطلع إلا مع ممارسة الرياضة والأوقات السعيدة والأوقات الحميمة مع العائلة أو غيره، فما بالكم لو تستثمرون بأبنائكم في الشق الرياضي وبنفس الوقت تنفرز عندهم هذه الهرمونات، وأنتم قاعد تنمون جيل سعيد قادر على خوض غمار المستقبل. هذه مالت مذيعين، قادر على خوض غمار المستقبل بكامل التحدي. نعم. والإيجابية، وشريت لهم السعادة هذه بالمجان، لكن باستثمار طويل الأمد على مدى أعوام وسنين. الحين أيه أحسن، العام ولا السنين؟
السنين عشان السنين يعني يكون اكثر يعني ممتد يعني زين العام 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 هي افضل من السنين. لذلك على مدى الاعوام انت قاعد تستثمر في ابنائك وقاعد تستثمر في اطفالك، والسعاده هذه شيء مطلوب لحياه تكون متزنه مثل ما يقول. صحيح، علشان كذي الاستثمار الجميل والاهم هو الاستثمار في الابناء، الاستثمار الصحيح اللي فعلا لما نشوف عيالنا يكبرون ونشوفهم يعني فعلا يعني شخصيه مهمه داخل المجتمع، او حتى انسان يهم نفسه يفيد نفسه بما يعود عليه بالنفع وعلى المجتمع، هني نحس فعلا ان احنا صنعنا من هذا الشخص يعني انسان موهوب، انسان محترم، خلوق قادر انه هو يعيش حياته بالشكل اللي هو طبعا كان يتوقعه او يحلم فيه من طموحاته واحلامه. عموما هذه بدايه حلقتنا، دردشنا في هذا الموضوع، ولا تنسون اليوم عطت نهايه الاسبوع، يوم الخميس حلقتنا ان شاء الله اليوم تكون مميزه، نرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل.